هلا والله شباب، اخباركم؟ وش مسوي؟ وياكم اخوكم احمد نشيط، تيرا كلوب من قناه ديفلز جيم، موقعنا ديفلز جيم دوت نت. واليوم عندنا لكم انبوكسنج للعبه تيكن تاك تورنمنت 2، اللعبه اللي انا كنت منتظرينها. اللعبه سعرها 24 دينار او 240 ريال او 240 درهم. طبعا اللعبه تصلح لاعمارهم للتينز، يعني لاعمارهم اعتقد اقل من 18 سنة. اللعبة من استوديو نامكو او تطوير نامكو. اللعبة تدعم ال 3D. النسخة اللي عندي اياها بلاي ستيشن 3 ريجن 1، يعني النسخة الامريكية. اليوم الموعد الرسمي لاصدار النسخة الامريكية، وهي السبب اللي خلانا نرفع الفيديو اليوم. مثل ما تشوفون اللعبة تصلح لواحد الى اربع لاعبين على نفس الجهاز 3D game في الشبكة، من لاعبين إلى ستة. تحتاج إلى 7.5 جيجا بايت علشان الانستول وهاي الحركات. لعبة تدعم 720 حق على الوضوح. فبسم الله الرحمن الرحيم، خلونا نفتح تيكن تاك تورنمنت 2 ونشوف شنو داخل هاي اللعبة. طبعا اخوي محمد اكس رجال على قناته فتح لكم سواء انبوكسنج حق النسخة الخاصة للي حاب يشوفها. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما تشوفون عندنا السي دي، خلينا نخليه على صوب. عندنا الكتيب الخاص باللعبة، طريقة اللعب، كنترول، تحكم، شلون تسوي تاج، شلون تسوي، شنو الاطوار الموجودة في اللعبة، الفايت لاب، المود الجديد في اللعبة اللي هو علشان تختبر قدراتك، تتعلم توتوريال واشياء. الاونلاين عندنا رانك ماتش، بلاير ماتش، كويك ماتش، كاستم ماتش، ويا كرييت سيشن. عندنا ضمان على اللعبة من شركة نامكو. هني هاي باللغة الإسبانية يقول لك تقدر تشتري الجايد الخاص بتيكن تاك تورنمنت 2. راح يعطيكم كل اشياء، كومبليت موف ليست، الفول فريم داتا، يعني كل شيء خاص بلعبة تيكن تاك تورنمنت 2. تقدرون تدخلون على الموقع مثل ما تشوفون primegames.com وتحصلونه المكتوب من قبل لاعبين قتال محترفين. ومثل ما تشوفون هاي الكود اللي عندي اياه حق الاونلاين، ما تقدر تدخل بدون الكود. الشيء الحلو لان عندنا كفرين، انا ونينا، شخصيتين اللي ويانا من بداية سلسلة تيكن. وعندنا بعد بول وجن مثل ما تشوفون، اللي من أول أجزاء اللعبة موجودين عندنا. تقدر تقلب على راحتك. خلونا نخلي نينا وأنا، نخليهم هم كانهم كفر الخاص باللعبة. طبعا قولي لنا شنو الاشياء اللي حابين تشوفونها بتكن. اذا المقطع عجبكم اضغطوا على زر لايك وفيفرت. اذا متحمسين للعبة تكن اعطونا لايك وفيفرت. شنو الاشياء اللي تبون تشوفونها؟ اذا تبون توتوريال، شيء خاص عن لعبة تكن، قولي لنا وراح نسوي لكم ان شاء الله. كان وياكم اخوكم احمد نشيط. اتمنى ان عجبكم المقطع. كل عليكم تسوونه ان تضغطون على الزر لايك وفيفرت، تشتركون في قناتنا، تتابعونا على تويتر @devilsgame، انستغرام @devilsgame، facebook.com/devilsgame. وانتظروا فيديوهاتنا الثانيه، واتمنى تحطون لنا في الكومنت شنو تبون تشوفون عن لعبه تيكن. ومع السلامه شباب.